طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. احنا أرسلنا مساعدات غذائية ومياه شرب وخيام إلى بزيبز. وأرسلناها مع أعضاء من اللجنة العليا ومن مكتبنا، مكتبنا عبر رئيس الوزراء حتى تسهل المهمة معهم. ذهب معهم فوج حماية نائب رئيس الوزراء، وبعد أن أخذ موافقة القيادة المشتركة وذهب إلى هناك، وإلى حد الآن هناك محاصرة للفوج ومحاصرة للجهات التي وزعت المساعدات على النازحين. إذا فوج نائب رئيس الوزراء توقفه، ووفد من مكتب نائب رئيس الوزراء توقفه، طيب من اللي يقدر يتحرك إذن؟ من اللي يقدر يصل للنازحين؟ من اللي يقدر يدخل النازحين؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة عن ذكرى تأسيس الجيش العراقي في هذا اليوم، يوم 6 كانون معروف لدى العراقيين، يعني يحتفل الشعب العراقي في 6 من كانون الثاني من كل عام بذكرى تأسيس الجيش العراقي، والذي تأسس مع تأسيس الدولة العراقية في عام 1921. على الرغم من محطات مر بها الجيش العراقي من خلال الانقلابات العسكرية، إلا أنه بقي قبل الاحتلال الأمريكي من أقوى الجيوش في المنطقة، ووصل عدد هذا الجيش في مراحله قبل الاحتلال إلى حوالي 1 مليون مقاتل. بدأ تشكيل، لو تحدثنا عن تشكيل النواة الأولى للجيش العراقي في العام 1921، كانت عبارة عن فوج يتألف من ضباط سابقين عملوا في الجيش العثماني، حيث كان العراق جزءا من الدولة العثمانية. بعد تفكك الدولة العثمانية من قبل دول الحلفاء على إثر الحرب العالمية الأولى، تم تشكيل النواة الأولى للجيش العراقي، وما لبث أن توسعت قطاعات هذا الجيش في العام 1931 عندما حصل العراق على استقلاله من بريطانيا. طبعا تشكلت بعد ذلك القوة الجوية والقوة البحرية، وبدأت مرحلة الانقلابات العسكرية. في عام 1936 قام الجيش بانقلاب عسكري على قيادة البلاد، تبعته حرب مع بريطانيا التي أعادت سيطرتها على العراق في العام 1941. بعد فترة قصيرة انسحبت بريطانيا من العراق، وشارك الجيش العراقي بحروب العرب مع إسرائيل. من أبرز هذه الحروب حرب 1948 ميلادية، وحرب 1967، وحرب 1973، وقد وقع منه الكثير من الشهداء في هذه الحروب. في عام 1958 معروف أنه الجيش نفذ انقلابا عسكريا بقيادة عبد الكريم قاسم، وفي العام 63 نفذ الجيش انقلابا عسكريا أيضا أطاح بقادة البلاد في ذلك الوقت. حصلت يعني في ذلك الوقت مذابح في شوارع بغداد، وشهدت مرحلة الحكم السابقة قبل الاحتلال للعراق فترة ذهبية في بناء جيش قوي، فقد تم تزويده بأحدث المعدات العسكرية، وأصبح من الجيوش التي يحسب لها الحساب في المنطقة. خاض الجيش العراقي في هذه المرحلة حربا طويلة مع إيران استمرت ل8 سنوات، تكبد طبعا الطرفان خسائر بشرية كبيرة جدا، وخرج العراق في ذلك الوقت منتصرا، وما إن وقفت الحرب الإيرانية العراقية حتى بدأت الحرب الأمريكية على العراق بعد دخول العراق إلى الكويت وإعلانه جزءا من أراضيها. احتل الجيش الأمريكي العراق في العام 2003، وتم حل هذا الجيش دون أن تتوفر البدائل عنه، مما أوقع البلاد بالفوضى، وتم تأسيس جيش جديد وسط حالة من عدم
الاستقرار السياسي وتدخلات إقليمية من شأنها إضعاف تاريخ هذا الجيش العظيم. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذه الذكرى التي تمر على العراق كل سنة، ذكرى تأسيس الجيش العراقي في 6 من كانون هذا الشهر. طبعا لو تحدثنا عن أبرز محطات الجيش العراقي السابق، لو أخذنا مثلا حرب 48، يعني قبيل إعلان الانتداب البريطاني على فلسطين وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر تشرين الثاني من عام 47 على قرار تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية، 56% من مساحة فلسطين الكلية ودولة عربية على مساحة 43% من المساحة من مساحة فلسطين، وتدويل منطقة القدس 1% من المساحة. طبعا في ذلك الوقت رحب اليهود بالقرار، وأعلن العرب والفلسطينيون رفضهم له، وشكلوا جيش الإنقاذ بقيادة الضابط السوري في وقتها فوزي القاوقشي لطرد الجماعات اليهودية من فلسطين. مع إعلان العرب عزمهم التدخل في فلسطين، تم تكليف القائد العام المساعد للجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت وهو يدعى يغال يادين بوضع خطة لمواجهة هذا التدخل، عرفت بخطة دالت. في منتصف 14 و15 مايو من آيار 48 أنهت الحكومة البريطانية وجودها في فلسطين، وقبل إنهاء الانتداب بساعات أعلن المجلس اليهودي في تل أبيب قيام دولة يهودية في فلسطين بمجرد إنهاء الانتداب دون إعلان حدود لهذه الدولة. العراق أرسل قوة عسكرية في ذلك الوقت بقيادة العميد محمد الزبيدي، ضمت 3000 فرد إلى شرق الأردن، وارتفع عدد هذه القوات أو القوة فيما بعد إلى 15000 فرد. الجيش العراقي في ذلك الوقت خاض معارك شرسة خاصة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية مدعوما بمقاتلين فلسطينيين، وتمكن من إخراج كافة العصابات اليهودية منها وعلى رأسها قوات الهاغانة سنة 48، كما اقترب من تحرير مدينة حيفا شمال غرب القدس بعد أن حاصرها، ولكنه توقف بسبب رفض القيادة السياسية في بغداد في ذلك الوقت وانسحب من محاصرة مدينة حيفا. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول الذكرى 97 لتأسيس الجيش العراقي في عام 1921. معنا اتصال؟ انقطع الاتصال، كان معنا اتصال ولكنه انقطع. طبعا معروف أنه عندما دخل الاحتلال الأمريكي إلى العراق في عام 2003 قام بول بريمر وهو القائد أو القائد المدني الذي عينته قوات الاحتلال في العراق بحل الجيش العراقي مع بقية المؤسسات الأمنية من شرطة وجيش طبعا وشرطة وقوات داخلية أخرى، تم حل هذا الجيش في العام 2003. ما بعد العام 2003 تم تأسيس قوات جديدة وجيش جديد بعقيدة جديدة، واختلف الأمر إلى أن يكون الجيش مدافعا عن حدود البلد وحافظا ومحافظا على سيادة البلد إلى أداة بيد الأحزاب السياسية التي أتت مع الاحتلال الأمريكي وأصبح أداة لتنفيذ أجنداتها في البلد منذ العام 2003. معنا اتصال محمد من موريتانيا، تفضل محمد. نعم الأخ، أقول لك أن أترحم على شهداء العراق ومنهم القائد صدام حسين رحمه الله للدفاع عن موريتانيا وعن العرب. نعم محمد. محمد أنت كمواطن عربي من موريتانيا، كيف ترى الاختلاف بين الجيش العراقي قبل الاحتلال والجيش العراقي بعد الاحتلال؟ اختلاف كثير. الجيش العراقي قبل الاحتلال كان جيش عربي وطني عن شرف الأمة، والآن الجيش العراقي أصبح جيش يقاتل عن عقيدة وعن عقيدة مذالي
فأسمعت وأصبح مفكك ولا يعرف أحدا. نعم، وكيف تنظر له بعد الاحتلال؟ أنا كنت ضابط من الجيش وأعرف الجيش العراقي كثيرا. نعم، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد من موريتانيا كان معنا. نعم، اختلاف عقيدة الجيش بعد العام 2003 والطائفية التي تغللت أو يعني دخلت في الجيش واضحة بعد العام 2003، وأصبح كما أشرنا قبل اتصال محمد من موريتانيا إلى يعني اختلاف عقيدة الجيش، وأصبح أداة بيد الأحزاب السياسية، وأصبح يتدخل في عمل يفترض أن يكون عمل محصور بيد قوات الشرطة وقوات الأمن. هذا التداخل جعل قوات الجيش بعد العام 2003 تدخل في يعني أشبه بصراع مع الشارع العراقي. معنا اتصال أم أزهار من بغداد. تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي الإذاعة العظيمة وأحيي العاملين بها. الله بالنسبة حيث. إلى الجيش العراقي سابقا، الجيش العراقي سابقا كان جيش عقائدي، جيش بطل، كان يحاول يحمي البلد ويحمي جيرانه أتباع من الدول الإسلامية. كان أين وين أكو يعني ناس تحتاج يرسلوهم إلهم يروحون. حارب ويا فلسطين وحارب ويا إسرائيل وحارب ويا كل الدول العربية، كانت كل الدول العربية، وكان ثاني جيش في العالم بقوته، وكان ما عقائدي انه هو بس العقد العقيدة اللي عنده بدافع انه يحمي الوطن من اي جانب اخرى. اما الجيش هسه، اما الجيش من بعد 2003 فهو اجى جيش مو عقائدي وانما حزبي متنوع، جاءوا من إيران وجاءوا من الأحزاب المتنفذة عندنا، وكل واحد عنده فكر في داخله، ولا إجوا يحافظون على البلد ولا إجوا يدافعون، وإنما بعقيدتهم دينية فاسدة. فهذا الفرق ما بين الجيش السابق وبين الجيش الحالي، وما دمر هذا البلد هذا الموجودين. نعم. موجودين الحشد وغير الحشد والاصابات الموجوده هم. نعم. اللي دمروا هذا البلد ويا هاي الحكومه الاصابه. نعم. يعني أم أزهار. ام ازهار، هذا. نعم. يعني دائما يطرح في الشارع العراقي ويتم تداول هذا التساؤل، ليش الاحتلال الامريكي حل الجيش العراقي السابق؟ تدري ليش حل؟ لأنه هو أول جيش من صاروخ رمى إلى إسرائيل، فهو كان قوي، الجيش العراقي قوي، فهم خافوا من القوة من الجيش العراقي. نعم. سقطوا صدام حسين وسقطوا الجيش حتى يستولون هم على يجيبون الرذائل مالتهم حتى يضعف البلد ويتفتت. هم يردون أمريكا وإسرائيل وإيران هي تريد تفتيت هذا البلد، فهم بتفتيت هذا البلد يعني حلوا الجيش العراقي، لأن كانوا يخافون منه لأنه قوي وعقائدي وكان يدافع عن الوطن بقوة وحرص، يعني مو مثل هسه يدافعون عن مصالح شخصية وحزبية. نعم. وأنا أشكرك. أنا أشكرك أم أزهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال أم زمزم من بغداد. تفضل يا أم زمزم. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عمر، رحم الله شهداء العراق، رحم الله شهداء الجيش العراقي السابق والحالي. أستاذ عمر، الجيش العراقي إلى تاريخ كبير. نعم. ساهم بحرب 48،
كانوا يسمون الجندي العراقي ابو خليل، ولحد الان يقولوا له ابو خليل. ليش يقولوا له ابو خليل؟ لان ساهم بال 48 الجندي العراقي يعني ابلى بلاء كبيرا في تحرير مدينه الخليل، ولحد الان عندما ننظر للجندي العراقي نقول له ابو خليل. وبال 67 كان الجيش العراقي له دور، لكن العملاء من الدول العربية ما خلوا الحرب تستمر. يعني إحنا بالنسبة لسوريا الأردن رأسا ندز جيش، وبالنسبة لمصر رأسا ندز طيارات الساهم بال 67، وحتى بال 73 73 كان إلى دور كبير الجيش العراقي في يعني والدي الله يرحمه كان من ضمن الجيش اللي راح في بال 73. يقول وصلنا دمشق، بقت نص ساعة القوات الصهيونية أن تدخل دمشق. يقول مشينا وزحناهم. يقول لو باقي لو حافظ الاسد ما وقف اطلاق النار، لكان حتى الجولان حررناها بال 73، لكن تدري اتفاق مع هاي الدول وقفوا اطلاق النار. استاذ ناتي الى مآثر الجيش العراقي في سنه ال 80. سنه ال 80 ابلى بلاء كبيرا الجيش العراقي في الدفاع عن تربه العراق. من ال 80 الى 88 بالحرب المفروضه علينا من خميني الايراني اللي فرضها علينا حرب استمرت 8 سنوات، دول العالم كلها اتصلت بي في سبيل يوقف هذه الحرب وما وقفها هذا اللعين خميني اللي يقولون هو رجل دين، زي رجل دين سوى مثل ما يقولون بالعراق الدم للركب. من الصفحتين من ايران ومن العراق هو هيك رجل الدين. وثاني مثلا بدنا نعرف شنو سبب هذه الحرب، كنا كنا نقول مسلم يقتل مسلم، شنو العبره من ذلك؟ استاذ تبين انه من كان هو بالعراق خميني، من كان بالعراق وبالنجف قام يسوي قلاقل ويسوي فتن. نعم. ام زمزم ام زمزم، ايش خسر العراق من حل الجيش العراقي السابق برايك؟ نعم. ماذا خسر العراق من حل الجيش العراقي السابق في العام 2003؟ استاذ بريمر من اجى وطبعا معونه العملاء الموجودين في الداخل، عملاء الداخل والخارج اللي جو وياه حلوا الجيش العراقي. لو كان باقي الجيش العراقي ما يصير بينا اللي صار. استاذ حلوا الجيش العراقي السابق وشكلوا جيش طائفي. والشعب العراقي كله سوى طائفي. لو ما يسووا طائفي ما يقدرون يقوم بالسلطه استاذ، ما يقدرون يقوم بالسلطه. بتقضي استاذ بشير الى نقطه مهمه. يعني المشكله في اتصالات يعني والله ام زمزم، يعني عذرا على المقاطعه ام زمزم من بغداد، شكرا جزيلا لك. معنا اتصال ابو عبد الله من لندن. ابو عبد الله من لندن، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي عمر، تعرف الجيش العراقي في حرب مع ايران 8 سنوات اكتسب خبره عاليه، يعني طور صواريخ العباس والحسين من 200 صواريخ السكود اللي سموها صواريخ العباس والحسين من 200 كيلو الى 600 كيلو، وكان يقصف طهران، فاخذوا خبره عاليه. فلما صدام حسين هدد اسرائيل بانه راح يحرق اسرائيل، والجيش العراقي كان قوي جدا، فعملوا له فخا وادخلوه الى الكويت. تعرف في موضوع الكويت الجيش العراقي طبعا يعني الامريكان نورمان شوارزكوف قائد التحالف الامريكي، يعني بعد ما عملوا هذا التحالف هو يعني قال يعني ممكن بعد هزيمة الجيش العراقي قال ممكن أمسك صدام حسين، لكن جورج بوش الأب غضب على نورمان شوارزكوف، قال يعني عفوا بوش الأب طلب من نورمان شوارزكوف الانسحاب، ونورمان شوارزكوف غضب واستقال. الأمر يعني الجيش الأمريكي يعني الأمريكان هدفهم هو يعني الصهاينة، هم يتحكمون في السياسة الأمريكية، ف يعني عملوا قواعد في الخليج لضمان أمن إسرائيل. الجيش العراقي طبعا وبعد ما عملوا الحصار 13 سنة تعرف إيش عملوا؟ قتلوا حوالي 500,000 طفل عراقي، وبعدين صارت سهل لهم أن يجتاحوا العراق. فالجيش العراقي كان قوي جدا، كان جدا قوي، كان هذا السبب الإسرائيليين الصهاينة استطاعوا بخطة شيطانية. وتعرف كان هناك خمسة، تعرف في عام 1980 الإسرائيليين هاجموا المفاعل النووي العراقي، في إذا تتذكر
فيعني الإسرائيليين يتحكمون في السياسة العالمية، ويعني الآن لما دخلوا كان سهل لهم، والإيرانيين كانوا يعني تعرف خميني قال أنا أجرأ السم عندما أوقف الحرب مع العراق، لأنه لم يتمكن أن يتقدم شبر واحد باتجاه الأراضي العراقية. نعم. فوجدوا فرصة سانحة الإيرانيين، يعني هو خامنئي وخاتمي قالوا لولا طهران ما سقط بغداد وكابل، فأرسلوا هذه الميليشيات وحلوا الجيش العراقي، لأن الجيش العراقي كان مثل ما قلت كان قوي جدا. الإيرانيين هم ساعدوا الأمريكان في اجتياح العراق، فأصبح الآن الجيش طائر في عقائدي يعني، وبدأوا يعني يقتلون الضباط العراقيين. تعرف كان هناك 5 مليون عالم عراقي ممكن كان يطور السلاح النووي الذي كان يهدد إسرائيل. نعم أبو عبد الله. نعم من لندن، شكرا لك. معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي القناة. حياك الله أستاذ عمر. آية معروف يعني الجيش العراقي النظام السابق كان حماة الوطن، وكان جيش النظام يعني بعقيدته يعني حامي حدود العراق، وجيش الإيراني يعني خريج كليات مراكز تدريب. هسه ما شاء الله على الجيش هذا كله تابع للأحزاب. نعم. كل حزب مسوي له ميليشيا، كل حزب مو ولاهم للوطن ولاهم للدستور وجوبه وكل من يحامي ربعه، يعني ما دارين بال هذا الشعب العراقي. نعم. وانا اناشد الشعب العراقي بالكامل لانه يضحكون على الشعب هذا، يفكرون يقول لك هذا الجيش وينه وذاك الجيش القديم وينه، فرق كبير. نعم. هذا اللي كان محامي مثل ما يقول اسرائيل والدول العربيه والعرب جمجمه العرب، فاحنا ما يصير كان الشعب يظل تايهين هذول الحراميه والسراق. نعم. واحنا نداعي بذول ضباط الجيش النظام السابق اللي كلها بالمره، ترى الشعب كله ما يريد هذه العصابه ولا يريد هذه الميليشيات، ترى الشعب قاعد على نار يعني. نعم. ما يصير كان البلد يظل تايه، احنا نريد حكومه وطنيه شريفه تحافظ على البلد هذا وعلى حدود العراق، الجيش يلزم الحدود والشرطه تلزم الداخل، جيش عراقي ابو خليل هذا اللي صيته من السماء واصل. نعم. وكلها تهاب لو مشى. يعني ما يصير كان احنا ما يصير الشعب فسائل، حتى الشعب الايراني هذا قام. يعني اريد الشعب العراقي يقوم مثل ما الشعب الايراني قام، الشعب مظلوم الشعب الايراني. والشعب العراقي مظلوم، الله خلانا حط بين ميليشيات عصابات. وانا اشكرك اخوي استاذ عمر. شكرا ابو احمد من الرمادي. معنا اتصال ابو ايمن من عمان. ابو ايمن انت مواطن عربي، كيف تنظر الى ذكرى تاسيس الجيش العراقي؟ انا مواطن عربي اعشق العراق واهله. حياك الله. سيدي الكريم، ابو فراس الحمداني قال بيت شعر، قال سيذكرني قومي اذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. وهل هناك الله من هذه الأيام حتى يفتقد صدام حسين وجيش الباسل؟ سيدي راح أبلش لك من 48 لما إجا الجيش العراقي حتى يدافع، بغض النظر مين كان نظام الحاكم، حتى يدافع عن حدود فلسطين، نزل بمنطقة قول معي جهة نابلس هناك. نعم. في جنين بالضبط. قدم نعم. شهداء هناك. وقبل مرة قلت لك لا تزال رائحة المسك والعنبر بشموها أهل جنين ومناطق هذيك. قدم تضحيات كبيرة، لكن القيادة كانت للجيوش العربية مش قيادة عربية، وإنما كان كلوب باشا، وأنا بحكيها ومش خايف من إشي، كان هو اللي يقود الحرب. لأنه في عندي صديق رحمه الله كان أحد القادة العسكريين بالقدس، احتلوا جبل المكبر، طلب منهم القائد الإنجليزي أنهم يتراجعوا، والمستشفى الإيطالي طلب منهم القائد الإنجليزي أن يتراجع. رحمة الله عليك يا أبو زياد. ثانيا سيدي نيجي لل 67 أو قبلها خلينا نقول 56. بال 56 العراق ودى طائرات لمساعدة مصر. نيجي للـ 67
كنت ايامها بال67 بالضبط عمري 11 سنه، ما كانش عندنا تلفزيون، كنا نسمع الراديو. نعم. فكنا قاعدين نهوس حول الراديو لانه الجيش العراقي جاي، فكانت الاذاعه الاردنيه تصف وصول الجيش العراقي الى داخل الاراضي الاردنيه لغايه ما وصل لعند المفرق، وهناك طلعت الطيارات الاسرائيليه وضربته وما كان في عنده غطاء جوي. نيجي لل 73، وهي 73 راح احكي لك قصه من شاهد عيان، هو ابن عمي الله يرحمه كان في سلاح اللاسلكي مع اللواء المدرع 40 اللي دخل حتى يساعد في حمايه سوريا. وصلوا القوات الاسرائيليه الى منطقه الصنمين اللي هي بعيده حوالي 20 كيلو عن دمشق. وصلت القوات العراقيه، حلف يمين ابن عمي قال انه سائق التريلا العراقي، معلش انا رح طولت عليك بس لانه هاي التفاصيل لازم تنعرف عن 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 الجيش العراقي الحقيقي، عن عن البطل العراقي الحقيقي. نعم. كانت تريلا تحمل الدبابات والمدرعات، ما يرضى يوقف يشرب ميه، كان راسا يرجع مره ثانيه مشان يجيب، يعني لدرجه انه المسافه كلها من بغداد لدمشق ماشي بايام قليله، جمعوا كم هائل من الاسلحه واندفع رأسا الجيش العراقي للجولان. وللعلم الجيش العراقي احتل الجولان ونزل على بحيرة طبرية. هذا أقسم فيه ابن عمي الله يرحمه، دار الحق وإحنا دار الباطل. قال ما وصل هناك وإذا بقصف مدفعي من الخلف من أسلحة روسية، من أسلحة روسية، بمعنى آخر إنه جيش الأسد ضربوا من الخلف. الإصابات أو القتل أو الشهداء اللي وقعوا على أيدي القوات السورية كانوا أكثر من القتلى أو من الشهداء اللي وقعوا على أيدي القوات الإسرائيلية. نعم. الجيش العراقي نزل لغاية السهل اللي عند طبرية، بس بما أنه كانت الشغلة زي ما بقولوها حرب تحريك مش حرب تحرير حسب ما سمعنا بعدين، فكان المطلوب هذا وفقط. نعم أبو أيمن. سيدي بارك، كان طويل معي وأنا شاكر لك. أبو أيمن من عمان شكرا لك. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو ناصر من تركيا، تفضل ابو ناصر. استاذ عمر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر، كل العالم يعرف بانه تاريخ الجيش العراقي معروف لهم شجاعته ويشهد بها الاعداء قبل الاصدقاء. ويكفي فخر، يكفي فخر انه شارك بكل الحروب ضد الكيان الصهيوني. ويكفي فخر انه حمى دمشق من السقوط بيد اسرائيل. ولتخوفهم من هذا الجيش البطل طبعا، وانا اذا تسمح لي اختلف وياك استاذ عمر، تقول من حلوا الجيش العراقي بريمر، عمر بحل الجيش العراقي، ما كان اكو بديل، لا كان البديل موجود استاذ عمر. انا لم اقل ليس هناك بديل، انا قلت بانه تم تاسيس جيش جديد وفق أساس على أساس طائفي وأداة ويستخدم أداة بيد الأحزاب الحاكمة في العراق. هو هذا اللي أني أريد أتطرق إليه، أقول هم هيئوا الميليشيات اللي استلموا كل شيء ودخلوهم بالجيش. نعم. وللعلم أستاذ عمر، إذا الشعب العراقي ما يعرف، زجوا بعناصر من الميليشيات بالجيش العراقي الحالي، ومن ضمنهم من ميليشيا بدر وميليشيا العصائب، مهمتهم الأساسية هي اعتقال أهل السنة، يعني هذا اختصاصهم، بس يعتقلون أهل السنة باسم الجيش. واللي أريد أطلبه واللي أريد أترجاه من قادة الجيش العراقي ومن الشعب بصورة عامة، أقول أن يستغل هاي الفرصة اللي دا تحدث بإيران هسه،
اللي يقدر أقول عليها فرصة ذهبية ويثيرون على هاي الحكومة الطائفية وعلى أصحاب العمائم اللي حولوا البلد إلى سجون ومقابر ونهبوا كل خيرات البلد، ما خلوا شيء لمصلحتهم ومصلحة عوائلهم. يعني تصور أستاذ عمر مواطن يخدم البلد أكثر من 30 سنة ويطلع بتقاعد 400 أو 500 ألف دينار، وزير يخدم سنة ومن يطلع يطلعوه هم أو يحيلوه على التقاعد يأخذ 10 ملايين دينار، عضو برلمان يخدم 4 سنوات يستلم أكثر من 8 ملايين عدا اللي دا يسرقه وعدا اللي المخصصات اللي دا يأخذها. شنو ليش ساكت الشعب العراقي؟ رئيس جمهورية يستلم، يعني معقولة رئيس جمهورية اللي ما شفته آني في اليوم طلع وزارة المحافظة يستلم 60 ألف دولار، يعني بحدود 750 مليون عدا البنات المستشارات الثلاثة اللي هو معينهم، معقولة هيجي؟ عمائم دمرت البلد، يطلبون من المواطن يا ترى ماكو داعي تاكل نستله وتقدر تعيش احسن عيشه ب 30 الف دينار وهو وعائلته يتمتعون بالمليارات. نعم، يعني المفروض هسه العراقي والشعب يثورون ويستغلون هاي الفرصه اللي تحدث بايران. ايد وحده ما تصفق اذا ما تثورون انتم على ذولا، وذولاك منك سايرين على العمائم. كل الخير ان شاء الله يجي لكل الدول العربيه اللي دخلت بها ايران ومن ضمنها العراق. نعم، واشكرك جدا استاذ عمر، الله يبارك فيك. شكرا ابو ناصر من تركيا كان معنا. نقرا بعض رسائل واتساب حول هذا الموضوع. يقول مبروك من الامارات اخي عمر ذكرى تاسيس الجيش العراقي، تاتي هذا العام والجيش الوطني هو الذي كان حامي البوابه الشرقيه، ولا ننسى مشاركته في الحروب العربية وأيضا حربه مع إيران وهزيمتها طيلة 8 سنوات ليخرج العراق منتصرا، ثم دخول أمريكا للعراق، وكل ذلك هدف لتأسيس جيش ليس هو الجيش الذي كان وطنيا، فهو جيش مبني على كل أشكال الانتماءات المحسوبة لإيران، ناهيك عن جميع ممارساته بحق الأبرياء. رحم الله كل قادة الجيش الشرفاء الوطنيين الذين كان لهم دور في مراحل تأسيس الجيش، ونقول عذرا كانون، فهذا عيد للجيش الوطني الحامي للبوابة الشرقية وليس عيد جيش طائفي يعمل كل أفراده للانتماءات الرحمة لشهداء العراق الأبطال. معنا اتصال قبل أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عمر؟ حياك الله، أهلا وسهلا بك. تحية لك يا عمر، وتحية القناة الرافدين، وتحية الكادر القناة، وتحية المتصلين، ورحمة الله على شهداء العراق الشرفاء، وتحية لكل عراقي كريم، والجيش العراقي البطل الباتل عام الثمانينات أثناء هزيمة الخميني الدجال على يد جيش العراق الباسد، وكل التحية للجيش العراقي. ولا ننسى، وإن شاء الله سوف يعود العراق أقوى من أول، وسوف يكون الشموخ العراق يبقى، والخوف سوف يأتي الدجال الخميني والكيان الصهيوني إن شاء الله بسواعد العراقيين الشرفاء إن شاء الله. نذكر يا عمر، تذكر في عام 90 أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، حاول الجيش الأمريكي الفيلق السابع الأمريكي التقدم على منطقة الجنوب محافظة الناصرية لعزل الفيلق السابع الأمريكي، وفرق مع فرنسي وفرق بريطاني تسجل الحرس الجمهوري الصحيح البطل، ووقف تقدم الفيلق السابع الأمريكي. لا تنسى التاريخ. نعم أبو فيصل، حياك الله. أبو فيصل من السعودية كان معنا. اتصال أبو الحسن من البصرة، تفضل أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أهلا وسهلا أستاذ عمر. أهلا بك، أنت بخير. أنت بخير، الله يسلمك. وكافة المشاهدين حياك الله. هاي مناسبة عظيمة أخي أستاذ عمر، هناك فرق كبير بين الجيش العراقي السابق والجيش الحالي بعد مؤتمر لندن للمعارضة، بين قوسين المعارضة. نعم، مؤتمر صلاح الدين تم اتفاق بين الإدارة الأمريكية السابقة بإدارة بوش والعملاء في المعارضة بإنهاء الجيش العراقي الوطني، لهناك مشاريع خطيرة في العراق ومشاريع إيرانية أمريكية سائدة. ونعرف كل الجيش العراقي السابق
جيش عقائدي وطني عروبي ليس له طائفيه. كان الجيش العراقي السابق هو من الطائفه الشيعيه، انا هذا واقع وتاريخ مغفره من كل الطوائف. فاعتقد اعطيك دليل واضح، ودليل هو رئيس كان الجيش السابق الفريق الاول البطل عبد الواحد الشنان على الرباط، هو ايضا من جنوب العراق، وهذه ليست طائفيه من هذا الجيش الوطني. واعطيك دليل اخر، هو بعد عام 95 عندما صارت معارك بين الحزبين الكرديين، بين حزب جلال العميد وحزب الاخ مسعود البغزاني، ووصل جلال بمساعده الايرانيين وقوات الحرس الثوري الايراني الى اشرف او الى داخل اربيل، فاستنجد في القياده العسكريه العراقيه سابقا، واحتلوا اربيل واعتقلوا اكثر المعارضين في ساعات يا اخي سلامة، وعاد الى سليمانيه دخل الى فاتحين بدون اعتقال. فاعتقد الجيش العراقي اعطيك دليل اخر عن هذا الجيش الغير وطني الميليشياوي. بريمر عندما اجتمع بالقيادات المعارضين والعملاء شكل جيش عميل وجيش ميليشياوي من طائفة واحدة وضعيف جدا. وأعطيك الدليل، عندما تحرير الموصل من داعش سنة كاملة يلا حرروا بعد مساعدة القوات الأجنبية وقوات التحالف، سنة كاملة يلا احتلوا بعد خراب المدينة بأكملها، لكنه جيش سابق عندما حرر لا وقبلها انسحب ثلاث فرق من الموصل تم تسليمها لداعش وقبلها تم انسحاب القوات قوات الجيش الحكومي من الموصل وتسليمها لداعش. اربع فرق عسكريه كانت سلمت كل معداتها واسلحتها الى 500 نفر من داعش، اعتقد هم جاءوا من ايران وطلعهم رئيس الوزراء السابق المالكي من السجون العراقيه، وهذا مخطط لها بتدمير المدن، بتدمير الانتفاضه، بتدمير اي شخص يقاوم الاحتلال الامريكي. اخي استاذ عمر انا ولو اخذ وقتك نصف دقيقه، اللي المخطط الامريكي الايراني هو للانتقام من المقاومه العراقيه المتمثله بالجيش العراقي السابق والوطني. اعتقد الجيش العراقي السابق ما له علاقه بالدواعش، فكان مخطط لتدميره وتشويه سمعه المقاومين وتفليش المناطق الغربية بأكملها حتى تكون المشروع الإيراني الخطير، وإن شاء الله ستزول الملالة في إيران بإرادة الشعوب الإيرانية الوطنية وسيتحرر العراق. نعم شوفه قريبا إن شاء الله. أبو الحسن من البصرة كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو أحمد من الديوانية، تفضل أبو أحمد. الله يسعدك وحياك الله. حياك الله يا أهلا بيك. أنا بس أقدر أرد عليها لو بالسعودية، أقول له من طبب الأمريكان وسقطوا الحكومة غير هم؟ وبالسعودية مو طبوا الأمريكان، هم سقطوا الدولة، يعني جاب الأمريكان غير هم طبوها عليهم. نعم. يعني هذا رد عليه بس ما عندي شيء، بس هو ضوجنا، هم سقطوا الحكومة بديهم. لا هو مواطن، هو مواطن اتصل يعني ما له علاقة بأي نظام. يعبر عن الرأي مثل ما انت تعبر عن رايك. اي ما هو ضوجني، ما هو ضوجني، هم سقطوا، هم جابوا الامريكان، هم شاركوا. ماشي عيني ابو احمد، هسه طبوا على الكويت، انا بالكويت شفت، انا شفت بالكويت وهم جابوا لوين الامريكان وطبوا علينا. ابو احمد هسه انت ضوجتك عبرت عنها، سولف لنا على ذكرى تاسيس الجيش العراقي. ابو احمد، ابو احمد بعده ويانا انقطع الاتصال مع ابو احمد. اتصال ابو محمد من الديوانيه، تفضل ابو محمد. ابو محمد الله يسعدك اخويا، اهلا وسهلا بك، حياك الله. شلونك؟ بخير الله يسلمك. والله عندي كلمات احدين للجيش. تفضل. اقول ماك اغلى من الوطن يا اخوان. لا والله ما تغلى،
وما يتوزن بميزان ولا كل ذهب العالم يعدله. ما نعوفه ما نعوفه للصوص والعملاء. لو نموت كل احنا. يا ندافع عنا ندافع يوم العيد نموت عليه. ان شاء الله ان شاء الله يرجع الجيش العراقي السابق ان شاء الله. نعم أبو محمد، أشكرك أبو محمد من الديوانية كان معنا. نقرأ رسالة واتساب، يقول سلطان الشمري: كان القوة الحامية للبوابة الشرقية أصبح القوة الحاضنة للبوابة الشرقية. رسالة من فاطمة العاني تقول: الحروب ضد العراق هي حروب الشركات العالمية من أجل تحويل العراق إلى بلد مستهلك أو مستهلك تابع لهذه الشركات، ومنها المؤسسة العسكرية هي أيضا. فقد قام بول بريمر بحل الجيش العراقي من أجل إعادة تشكيله على أساس أن تسيطر أمريكا على قاعدة بيانات الجيش الجديد وتحول هذا الجيش إلى تابع لأمريكا ماديا ومعنويا، كما هو الحال لكثير من الجيوش في العالم حتى في أوروبا، ويكون العراق من حصة الولايات المتحدة فقط باعتبار أنها عضو في مجلس الأمن. ولو تمعن النظر ترى أن الكثير من الجيوش تابعة لإحدى الدول الخمسة في مجلس الأمن. اتصال أبو محمد من بابل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله أن خواطرتين الصوبة وبحرب الأردن وفلسطين. أخوانك. واحد لحد الآن مصوب يعاني من فترة 40 سنة. بس كان الجيش بعصر صدام، لا جيش مدلول، يعني قصدنا وخلاه جدي بالعلاوي. وانت ما خادم عسكري، لو خادم عسكري عرف الجيش صدام كان مسخر إلى حكمه إلى هذه العائلة القدرة، عائلة صدام. لا مو احنا مر التجاوز يعني اعتدي. ماشي أبو محمد عيني أبو محمد، سولفنا شلون تصوب ام اخوتك بمعركه فلسطين. انت تقول عندي اخوه اثنين. لا خوال قلت لك. ها خوالك العفو. نعم نعم خوالك. نعم راحوا ويا الجيش بال 48. اي نعم وصلوا الى جنين. اي صوبوا واحد صوبوا كفر قاسم الظاهر لحد الان. نعم واحد طلع تقاعد لحد الان ياخذ برتبه عقيد. نعم ذاك الجيش صحيح كان يدافع عن العروبه وعن العراقيين وعن المظلومين، بس جيش صدام كان يقتل بالشعب. لا كان صدام يقصدنا حدا يطلع يقصدنا. الجيش احنا من نتكلم ابو محمد نريد الجيش يعني يبقى للعراق والعراقيين، ما لنا علاقه باداه. هو ليش احنا نتحدث انه ليش تحول بعد العام 2003 إلى أداة وتم ترسيخ الطائفية؟ أبو محمد من بابل كان معنا، يقول: نجاح العبيدي الجيش العراقي السابق جيش عراقي بحق، كان يخدم بكل أطياف الشعب العراقي وعربي بحق، دافع عن كل الوطن العربي بحربه مع إيران ومنع المد الفارسي للوطن العربي ودافع ضد الإسرائيليين. عند حل الجيش العراقي خسره كل العرب، وهي خطة من الأمريكان لحماية إسرائيل. رحم الله شهداء الجيش العراقي. في رسالة أخرى يقول: خسر العراق كرامته عندما حل جيشه الوطني، لم يكن الجيش لحاكم معين بل كان للعراقيين جميعا. في رسالة أخرى يقول: أخي عمر، الجيش السابق كان شرف لكل عائلة وكل حرة يعمل تحت راية واحدة هي راية العلم العراقي، وحافظ على حدود العراق وكان تاج العرب بشهادة الدول. ألف تحية للرجال الذين استشهدوا وهم غيرة وناموس العراق، وهسه 100 راية وعصابات وسرقة ومخدرات وخونة لإيران مع الأسف. معنا اتصال أبو علي من بغداد، تفضل أبو علي. الله يصالح خاله. حياك الله يا اهلا بيك. شلونك انت؟ يا اهلا وسهلا. لا
يكون على الجيش السابق. شو الجيش السابق من جابوش 19 يوم وخلوا ينسحبوا وطلعوا بعد ماكو. نعم نعم ابو علي 19 يوم لا قاموا ولا طلعوا. يعني تقصد بال 2003 2003 قد يكون يقاوم الحلال. نعم شو تبعدن وطلعوا ماشي. يعني هذا ابو فيصل يحكي يسب الخميني والتساكت حكي تخلي يسوون عندهم انتخابات يسوون عندهم اجازه طول المره خلي يفتحون سينمات. نعم يا ما تبينا هو يا اخي. نعم الخميني الدجال الخميني قال ثوره اسلاميه. هي هسه هم الايرانيين دا يدوسون على الصوره يعني هم شعبه هذول ملاعين هم داسوا على الامام علي. منو منو؟ لا ذولا ايرانيين جابهم على على الامام علي ذولا بايران عايشين. لا يعني الامام علي مو حكوا عليه الرسول بزمنه مو قالوا هذا سحار وكاهن. نعم يا ابن الحلال. زين انت يعني زعلان لان يعني شققوا صور الخميني لو شلون؟ لا هو هذا سعودي ليش يحكي عن الخميني؟ ما قال ثوره اسلاميه. نعم قال ثوره اسلاميه. نعم حسيت من حكي هسه على صدام مو ما قبلت عليه. لا حكي ابو محمد من بابل. لا ابو محمد حكي من بابل على تصرفات النظام السابق قال عائله قذره فقلنا له هذه الكلمه لا تقولها عبر عن رايك بكل شفافيه وبدون اي تجاوز مثل ما انت حاليا تتكلم. يعني جيش السابق من فئه واحده. شلون من فئه واحده؟ انت ايش قد مواليدك؟ 100000 جنيه. ماشي انت ايش قد مواليدك؟ اهالي الفلوجه. عيني انت ايش قد مواليدك؟ انا مواليد 1955. 55 يعني خدمت بالجيش. 60 سنه يعني خدمت بالجيش. لا والله ما خدمت. ليش؟ اسباب صحيه. اسباب صحيه. لكن ابني 2002 قدم. نعم ابو علي انقطع الاتصال مع ابو علي. خلينا بس نقرا بعض رسائل واتساب لان هناك كثير من الرسائل. يقول الشتان ما بين الثرى والثريا الجيش السابق رمز الوطنيه والحالي رمز للعماله ابو علي من ميسان. طبعا هذا راي المرسل وكما دائما نؤكد بان يعني المتصل او عندما نقرا الرساله فهذا راي من ارسل الرساله وراي من اتصل نعم. يقول نهنئكم بالعيد الجيش العراقي السابق واما الحالي فهو خليط من الميليشيات والضباط والمراتب الدمج والاميه وليس عندهم شهادات جامعيه وكلهم ولائهم ليس للوطن اسمه ابو العروبه. في رساله طبعا صراحه رسائل كثيرة ورسائل طويلة أعزائي المشاهدين نعتذر عن عدم قراءتها لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين تكلمنا في هذه الحلقة عن ذكرى تأسيس الجيش العراقي في العام 1921 رحم الله شهداء الجيش العراقي. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وتحية للجيش العراقي. تحية لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.